بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على عباده الذين اصطفى محمد وآله خير الورى. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكري وخالص عرفاني للقائمين على هذه الجهود الطيبة في مؤتمر أسبوع الإمامة، وهي مؤتمرات ليس مؤتمرا واحدا. كنت أسير وأنا بمعية الأستاذ الدكتور علي الأعرجي إلى هذا الحفل الطيب، وكنت أسامره علنا لفظا، أقول له: يا سيد، ما الذي يمكن أن أقوله بغير هذا الملخص؟ ما الذي يمكن أن أذكره لم أذكره في هذا البحث؟ فوجدت نفسي أتحدث معه وكأني أبحث عن الإمام الباقر عليه السلام في هذه الوصية، وصية الإمام الباقر عليه السلام لجابر ابن يزيد الجعفي. محاور هذه الوصية قادتني إلى أن أفتش عن الإمام، لا أفتش عن جابر، وإنما أريد أن أعرف من هو الإمام الباقر عليه، من هو الإمام الباقر عليه السلام. انطلقت من محور خاص يتعلق بمنهج الوصية نفسها. الوصية مبنية على ثلاثة أركان. الركن الأول يتعلق بوصايا عامة، ثم بعد ذلك وصايا خاصة، ثم بعد ذلك بعوالم النص ومؤكدات هذه العوالم. وهذه العوالم كثيرة جدا، عندما تدخل إلى عالم النص هذا تجده قائما على مجموعة من الدلالات أو مجموعة من العلاقات: علاقة الإيضاح والبيان، علاقة التفصيل والإجمال، والعلاقات الحجاجية الخاصة التي تتعلق بالسبب والمسبب، وغيرها من العلاقات الكثيرة التي تحتويها هذه الوصية. ما يلفت النظر في هذه الوصية أن الإمام يتحدث عن نفسه عندما ينصح جابر. كيف ذلك؟ هل كان جابر لا يعرف الإمام؟ ربما يقال أن هذه الوصية هي مرصودة لجابر ابن يزيد الجعفي، والإمام عليه السلام ينصحه ويرشده ويوجهه ويهديه. لكن عندما تلتفت إلى الوصية تجد أن الوصية هذه محورها الإمام نفسه. كيف ذلك؟ هذا التأويل اليسير انطلقت منه من كلام الإمام بنظرية القول، بنظرية من القول إلى الفعل، من هذه الابتدائية إلى هذه اللا انتهائية في الفعل. قول وفعل، هذا القول مؤسس على فعل. فلذلك بدأت ملخص هذا البحث بمقولة: هكذا، أيهما يؤسس الآخر، الفعل يؤسس القول أم القول يؤسس الفعل؟ فوجدت نفسي أن الإنسان هو الذي يتحدث بهذه اللغة، يتحدث فعلا ويتحدث قولا. التأويل الخاص الذي يتعلق بهذا المحور لا أريد أن أطيل عليكم. قلت فيه هكذا: الإمام الباقر عليه السلام محور الخطاب، هيمنة المتكلم على النظام الدلالي القصدي في نص الوصية. يكشف خطاب الوصية عن فاعلية يتصف بها النص عموما، وهي كونه أحادي الجانب. سادتي الكرام، النص عندما يسير بصورة أفقية، وهذه الصورة الأفقية تجري إلى مستقر، هذا المستقر هو المعنى. تعرفنا وسائل التواصل الاجتماعي أشارت هكذا خطأ إلى فكرة أن الكواكب السيارة تدور حول الشمس، وهناك تسليط خاص في هذا الضوء من فوق، وكأن الكواكب هذه تدور حول الشمس. لكنه عندما عكسوا الصورة وجدوا أن الكواكب السيارة تسير
خلف الشمس، الشمس تسير وبعد ذلك هذه الكواكب السيارة تسير معها. النص هكذا يسير، النص يسير بصورة أفقية، والعلاقات الدلالية الخاصة التي تتعلق بمحورية الرأس وبمحورية الأفق والعمودية هكذا تسير مع النص إلى أجل مسمى، وهذا الأجل المسمى هو القصد المرسول، بمعنى أنه يسير في ضوء علاقاته الأفقية بعلاقات خطية يتعلق فيها النص بسلاسل من مفاهيم وقضايا أصولية أساسية إنسانية نشرت فيه نفسها. ولا شك في أن محور النظر هذا لا يعني إغفال ما في النص من محاور أخرى تتعلق بالبث وتتعلق بالاستقبال وتتعلق بالتلقي ومدارات التأويل. وعلى الرغم من ذلك يبدو لي أن المتكلم في نص الوصية يأخذ وصف علاقات النص نفسه، بمعنى أن الخطاب فيه أحادي الجانب أيضا، إذ يهيمن فيه وعليه المتكلم نفسه هيمنة نظام قصدي متعال ينفلت من لحظة وجوده إلى مطلق. هذه الوصية لم تكن لجابر فقط، وصية عنوانها هكذا وصية الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجعفي، ولكن هذه الوصية هل حددت بهذا المتلقي وعلى طريقة ماذا؟ على طريقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الوصية مطلقة، وصلت لنا هذه الوصية، وهذه الوصية يتحدث فيها الإمام الباقر عليه السلام معنا فيها. انتهى زمن جابر بن يزيد الجعفي وأصبحت لحظته تاريخية، هل ينقطع النص بهذا التلقي؟ أبدا، يبقى النص مفتوحا على التأويل ومفتوحا على دوائر التلقي، ولكن دوائر التلقي هذه لا تتعلق بقول فقط، وإنما تتعلق بمحور خاص رسمه الإمام الباقر عليه السلام لجابر والذي يقرأ هذه الوصية. ما هو هذا المحور؟ المحور هو محور قرآني. وجدت الإمام الباقر عليه السلام يتحدث عن نفسه ولكن بطريقة أخرى، بطريقة الإرسال ولكن بطريقة التلقي أيضا. ما هذا المحور وما هذا النص الذي جسده خطاب الوصية وهذا النص القرآني الذي اتخذه الإمام الباقر عليه السلام ميزانا يتعلق بتصرف الناس؟ قال: يا جابر، واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى ولو اجتمع أهل مصرك وقالوا فيك أنك رجل وقالوا فيك أنك رجل سوء لم يحزن كذلك، ولو قالوا فيك أنك رجل صالح لم يسر كذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فابشر واثبت، وإن كنت مخالفا للقرآن فما يغرك من نفسك. هذا المحور رسمه الإمام الباقر عليه السلام لجابر، ولكن من منا لينظر إلى كلام الناس؟ هذا النص يذكرني بقول الإمام الكاظم عليه السلام عندما أوصى هشام ابن الحكم فقال له: يا هشام، لو كانت بيدك جوزة وظن الناس أنها لؤلؤة ما ينفعك ذلك، ولو ظن الناس أنها جوهرة ما يضر كذلك. فالمدار مدار اعتقاد النفس ومدار فتوى القرآن الكريم والعمل. فلذلك كان محور الإمام الباقر عليه السلام محور تمثيلي لفعله. الإمام الباقر عليه السلام كان هو هذا الذي عكس نفسه على القرآن الكريم. قبل أن تكون هذه النصيحة لجابر كان سلوك الإمام الباقر عليه السلام، يعرض الإمام الباقر عليه السلام بوصفه إنسانا متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وبوصفه متبعا للقرآن. لا شك أن الإمام الباقر عليه السلام معصوم، ولكنه أيضا هكذا فعله،
ولذلك هذا الفعل لا يك هذا القول لا يكون قولا إلا وقد أسسه فعل، الفعل بعد ذلك يكون القول. هذا المدار الذي يتعلق بهذه الوصية كان مدار البحث عن الإمام الباقر، والتأويلات كثيرة وعلاقات النص أيضا كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، البحث اليسير وأوراقه اليسيرة موجودة لمن يريد أن يطلع عليها، وأنا بخدمتكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء على هذه البحوث حقيقة الغنية والفائدة، أنا أعتبر حقيقة طرح جديد، جزاكم الله خير الجزاء. حقيقة عندي بالنسبة لجناب الأستاذ الدكتور عبد الكريم حسن بور فيما يتعلق بالمستشرقين، نعم، ودراساتهم للمذهب الشيعي، فبالنسبة للدكتور يعني بناء على بحث أحب أن أطرح عليه سؤالين بعدين جناب الشيخ لا. هل يرى بأن دراسة المستشرقين للإسلام والتشيع فيها يعني ثوابت بإبداع بأنه يعني هاي بعدها وقال يعني الدراسة غير يعني منقوصة، فهل يرى بأن هذه البحوث تؤثر على العالم الإسلامي في نظر بناء على دراسة اليوم قدمها متعلقة بالمستشرقين؟ هذا جانب أول. السؤال الآخر اللي أطرحه الدكتور، هل دراسات المستشرقين هذا كنتاج يعني إذا يقدر يفيدنا به جزاه الله خير الجزاء، هل دراسات المستشرقين للإسلام عموما أثرت على شعوبهم أم لم تؤثر؟ يعني أنا جانبين عندي، الجانب الأول فيما يتعلق بدراسات من الواقع الشيعي والجانب أو للإسلام، أو الجانب والسؤال الثاني هل أثرت دراساتهم في تغيير مجتمعاتهم؟ هذا بالنسبة للدكتور عبد الكريم حسن. أما بالنسبة للباحث الأول الكريم حفظه الله عندما قال أن لللفظ أمد، لما الإمام يلفظ لفظا معينا لللفظ أمد وغاية زمانية، لازم هذا أخي الباحث الكريم أن الفقيه لا يمكن له أن يستنبط بغض النظر عن الوصية، لو كان المراد هو الوصية وأكد على ويؤكد على الوصية نعم لا يأتي الإشكال، ولكن لازم كلامه أنه الفقهاء اليوم وفي كل زمان لا يمكن لهم الاستنباط باعتبار أن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه له أمد معين.